السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركاتي هذه الذات. مرحبا بكم في قناتي. اللي مازال ما اشتركتش تشترك. بونسوار مي شير زابوني، بيانفوني سور ما شين يوتيوب. الوغ اوجوردي اون با فير دي مافين تري سامبل اي تري بون اي تري فاسيل ا فير. سيت اون ريسيت كو جي تري تري فيي. مرحبا بكم مشتركاتي. اليوم راح نديرو دي مادلان سهلين جدا وبنان، ديروهم في اعياد الميلاد او في اي مناسبة وما يتحضروا في بعض الدقائق، خاصة لأولادهم يعجبوهم بزاف. ولا جي هنا غير بنت 250 غرام فارينة، زوج ملاعق كبار كاكاو، ملعقة نص ملعقة قهوة بيكربونات، وعشرة غرام خميرة كيميائية، ومية وسبعين غرام سكر. نديروهم في صحن ونخلطوهم ونحطوهم جيه. ولا جي مي 250 غرام فارين، 170 غرام دو سكر، 10 غرام دو لوفور شيميك، اون دومي كويري دو بيكربونات دو سود. لا لي انغريديون ليكيد 25 سنتيلتر دو لي ان اوف اي 9 سنتيلتر دو دويل. هنا درت بيضة 25 سنتيلتر حليب اي 250 مليلتر، و 90 مليلتر زيت 9 سنتيلتر. هنا نخلطوهم في المواد الجافة وما نخلطوش بزاف، هو لو كان خلطو بزاف راح تعجن لكم بعد كي طيب لي مادلان هادو. هنا شهاكم تشوفوا وسهلين خلاص، يتحضروا في بعض الدقائق. بعض الاحيان ما ندير لهمش كاكاو، ندير لهم بويض. فوالا جو ميلونج لي زانغريديون ليكيد دون لي زانغريديون سيك، اي جي سي دو نو با ترو ترافايي باسكو سا ابيم لا بات ا مافين. لا سي دي مافين تري فاسيل تري. لا جي راجوتي ان بو داروم فاني. هنا زدت الاروم الفانيلا هائل. لا جو لي مي دون لو تروك ا فير دي بيني فاسيليتي لا تاش. هنا درتهم في هذا المخصص للسفنج ودرتهم في لي مولا مافين، درت فيهم لي كيسات. جي مي دي كيسات دون لي مولا مافين. لا جو رومبلي لي دو تيار. هنا نعمرهم في الثلثين، وتقدروا ديروا حبة اوريو من تحت وديروهم، يعني تنوعوهم كيما تحبوا. تقدروا تقسموا العجينة بيضة وسوداء وتحطوا نص سوداء ونص بيضاء. لازم تحاولوا تتنوعوا شوية وتغيروا. تقدروا ديروهم بويض وديروا لهم داخل شيكولا. فوالا و بوفي ميتر بيسكوي اوريو اون بخوميي اي ميتر ان بو دو باف ومتر ل partager la pâte en deux. La moitié vous lui rajoutez du cacao et l'autre la laisser blanche. Voilà. هنا طيبناهم في فرن 15 دقيقة. On fait cuire 15 minutes. On va décorer.
Là, j'ai fait fondre du chocolat blanc. J'ai du sucre en couleur. هنا ذوبت شوكولا بيضة لفيتهم، وعندي سكر بالألوان، وعندي سمسم نديرهم، والباقي درت له الشانتيي. والله الأولاد كلاهم سمسم، يحبوهم بزاف، ساهلين وبنان، تقدروا ديروهم في أعياد الميلاد، يديروا لكم كمية لا بأس بها. هذه الكمية هذه هاك تشوفوا اقتصاديين، يعني ما فيهمش حاجة كبيرة. لا سي دي مافين تري ايكونوميك كي سو بريبار اون موان دو تون. Là, je mets du sucre coloré et des perles. Voilà. N'hésitez pas à les essayer. Et de les photographier, de les mettre dans le groupe. Voilà, la deuxième moitié, je l'ai décorée avec de la chantilly, des bonbons colorés. Et le reste, avec le biscuit. Voilà, j'ai fait monter de la chantilly. J'ai même décoré avec des fraises ou avec un autre fruit. Ça dépend de la saison. Voilà, j'ai fait le tiers des racines avec une déco à la chantilly. Vous décorez comme vous semble bon. C'est vite fait. Vous pouvez même ajouter à la chantilly du cacao. Ou du chocolat pour avoir une ganache. C'est aussi très bon. Chaque fois, je le fais différemment. Surtout quand on a des invités surprises. Naya, allez, زيت بالشانتيي، نحط لهم لي فريز، وتقدروا ديروا أي فاكهة، إن شاء الله يعجبكم الوصفات، وتشتركوا في القناة وتشاهدوا الفيديوهات، إن شاء الله يكونوا مفيدين. J'espère que je vous sois utile. Et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour des questions ou pour demander une recette. Ou... Je serai à votre disposition. هنا هاني نزين ندير لهم الحلوى دي بونبون شوكولا
الحلوى فيها الشكور الداخل، يحبوها الأولاد. يعني سورتو بوغ لي زانيفرسير و لي فيت à l'école ou tout, vous pouvez les faire. Ne prends pas de temps. Et très économique. إن شاء الله راح يكونوا بزاف وصفات مفيدين. عندي بزاف وصفات لرمضان إن شاء الله. وإذا عندكم أي استفسار اكتبوه في الكومنتات أو طلب. ان شاء الله راح ندير لايف وندير حلوة مش اقتصادية. Je vais faire un live avec quelque chose de traditionnel typique des horaires, inshallah, les jours à venir. يعني راح ندير حلوة تقليدية. هاي راح تلي الكلمة إن شاء الله. وهذه الحلوة الناس كل تحبها. وتقليدية من الأوراس. وفي الأوراس عندنا أشياء تتشابه. ولكن كل جهة يديروها طريقة مختلفة. حتى الأكلات التقليدية إن شاء الله ندير لكم أكلاتنا هنايا التقليديين الخاصة بالأوراس. راني سجلت الرفيس وإن شاء الله إحنا عندنا بزاف الأوراس أنواع من الرفيس. والله أكل هايلين. هنايا درت الشونتي هرست الأوريو ودرت الشونتي ودرت وردات وحطيت حبة أوريو لا جي ديكوري افيك دي وزاف دو شونتي افيك أوريو هاشي في جي مي ان أوريو دسي فوالا كوم جو فوز اي دي. Je vais faire un live avec quelque chose de sucré typique des horaires. J'ai enregistré un fils typique horatien. Et ici, en horaire, on a beaucoup de fils. Là, tous, ils sont très bons. Chaque région a, dans les horaires, a un refis typique. Voilà. Mais ma fille finie. Ah, ma fille. Ma fille taille qui me tombe. Ma fille taille, je suis tirac. Votre fille, je reste. Je suis là comme j'ai dit. Inch'Allah, je vous confie. وصفات ناجحة هم اللي زينتهم الشوكولا. وما تنسونيش بالدعاء إن شاء الله. إن شاء الله هناك وصفات كثيرة. وهذو دي كيك درتهم هذه وصفة هائلة. المرة الجاية نقدمها لكم الفيديو تاعها. وإلى لقاء قريب يا أحبابي ومع السلامة. أنفار مشيخ زابوني في أمان الله.